وهلأ يا عامر بدك تفهم شو معنات الاتيكيت. يعني إذا بتفوت على مجلس كله ناس، أول شيء بتبتسم بتقول مساء الخير. مساء الخير وصباح الخير وبنجور عندكم أنتم، حنا عندنا تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدين قل اللي تبي. مانا مشكلة يا خي، مانا مشكلة. بعدين بتقعد بالمكان اللي بيختار لك إياه المضيف، تقعد هيك. سلامات يا ابوي، تحط رجلك بوجه الرجاجيل، نزل رجلك وحشم رجال، نزلها. مانا مشكلة يا خي، مانا مشكلة. طبعا انت بعد ما بتقعد هني راح يسألوا شو حابب بتشرب استاذ عامر. انت هون بتختار، بدك شاي، بدك قهوة، بدك عصير مثلا، شو ما بدك. رايح كافي انت تطلب، مالك كل القهوة والقدوع، بعدين تخش بالشاهي. مانا مشكلة يا خي، اللي موجود. وهلأ يا عامر إجا دور الأكل. الأكل شغلتين، بس تفوت على طاولة الطعام ما بتروح تغري على الجاج وعلى السمك وعلى اللحمة، لا، بدك تفوت على المقبلات، حمص، بتوش، ورق عنب. بتغز هيك وبتقطع باليمين هيك وبتاكل هيك. سلامات، عزيمة مشاوي حمص وتبولة، وين الشحم واللحم وين المفطح؟ يا خي أنا وشحمة ولحمة وهيدا مفطح، شو؟ عرفك أنت بالمرجلة. اليوم بعطيك دورة في المرجلة، لا منك جيت عند الرجاجيل، لا تقعد تمط بالكلام، لا جيت تمشي، ارفع صدرك كذا فوق، خلك رجال، أوكي؟ فهمين عليك، قدام. يا عامر البنت ذي ما هي من مستوانا، لكن وش رايك أخطب لك بنت أختي منيرة، بنت مؤدبة وذوق. لا 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 يمة، منيرة مغرورة وحقودة وشايفة نفسها على مدري وش، خل زوج شروق بنت جيراننا، معلمة رياضيات وتعرف تطبخ. جوي رياضيات، تكفى يا عامر تزوج شروق، خلها تدرسني رياضيات. سلامات، كل واحد بيزوجني اللي يعجبه، أنا اللي بتزوج ولا أنتم؟ اسمع عاد، ترى ما أنا بدافع لك ولا ريال بالزواج هذا. ما يحتاج يا إيبو، ما يحتاج. الناس اللي بتزوج من عندهم كاش أبو الكاش، وهم ما يبون شيء، الزواج عائلي يبون رجال. أمحد رجال،